اشحاتها. الشعير بشحاتها المقدس، لان والدي كان كبير الزبالين وطلع القدس، ويعني الحمد لله متعلم ومثقف، ويعني عملت في مهنه جامعه وانا طلعت التدوير مع والدي من ساعه ما اتولدت يعني وحتى الان، وولادي، وانا بعتبرها مهنه شريفه محترمه، واؤمن اني بادي دور في المجتمع زي المهندس، زي الدكتور، زي الضابط، زي اي حد، لاني تخيل البلد من غير نظافه يعني. وشعرنا في المهنه بتاعتنا ان تبقى مصر نظيفه في عيون الاخرين لانها بلدنا، والحمد لله يعني قدرت احصل على مركز محترم، يعني انا نقيب زي اي نقيب، يعني احسن نقابه تعجبك انا زي النقيب بتاعها، لان قطاع مهم جدا وهو قطاع النظافه، وبأودين كل حد يقول زبال، لان ما فيش في قاموس اللغه العربيه حاجه اسمها زبال. دول العالم كلها بتحترم بره اكتر مرتب بتاع المنظف، واخر احترام للمنظف لان بيحترموا مهنته جدا. وانا بقول ان احنا المنظفون، ولكن الزبال الحقيقي هو صانع الكمامه او من يزبل بلده. ومبارك الشركات الاجنبيه اثرت تاثيرها ايه على حضرتك؟ الشركات الاجنبيه اثرت تاثير جامد، لان الحكومه السابقه حكومه مبارك اخطات خطا جسيم عندما تعاقدت مع تلك الشركات بعقود طويله المدى مدتها 15 عام من 2002 الى 2017، وكانوا يعني زي ما قال القران الكريم اسالوا اهل الذكر اذا كنتم لا تعلمون، كانوا سالونا احنا قادرين على نظافه بلدنا وبالطرق الميكانيكيه، حيث اننا نمتلك اسطول من السيارات عدده 1750 سياره ملك للزبالين يتجولون في فجر كل يوم شوارع القاهره الكبرى وعلى مرأى ومسمع جميع المواطنين المصريين. ولكن الشركات دي كابوس علينا، وربنا يعني يعدي كام سنه دول عشان تمشي الشركات ونقدر ننظف بلدنا ونقدر ناكل عيش زي الاول ونربي عيالنا. حضرتك كنت بتاخد على الوحده كام من الشركه؟ احنا قبل قدوم الشركه الاجنبيه كنا بناخد من السكان 2 جنيه وما كانش في عبء على المواطن على فاتوره الكهرباء، لكن لما جت الشركات الاجنبيه الحكومه عشان تديها الملايين دي هتجيب منين؟ فرضوا رسوم النظافه على وصل الكهرباء ب 8 جنيه و10 جنيه و15 جنيه للمناطق الراقيه، يلموا ملايين الدولارات الدول للشركات الاجنبيه واحنا مهمشين. والشركة بتاخد الملايين الدولارات وما بتشتغلش حاجة وبتدينا 10 ساق على الوحدة بالله. لكن شركة تانية اسمها أما عرب، مصرية إيطالية، عشان مصرية إيطالية ماسكة بتعمل في وسط وشمال القاهرة، بيدونا 175 قرش على الشقة. ولذلك تلاقي المناطق اللي شغالة فيها شركة أما عرب أنظف من المناطق اللي شغالة فيها شركة اف سي سي الأسبانية اللي بتعمل في المنطقة الشرقية، وبيدونا 10 ساعة على الوحدة الساعة. دلوقتي كده عطلانة، والمفروض يكون فيه اهتمام في البلد، عايزين نعيش عيشة مرتاحة، عايزين نبقى مرتاحين زي الدول اللي بره، احنا كده تعبانين. انما هنا الشركات الأجنبية اللي جت استولت على النظافة، عملية النظافة في مصر هي دي اللي تعبت حضرتك. ما أكيد ده عاملة قلق في البلد كلها وعاملة يعني مرض جامد، وبعدين احنا مش عايزين المرض، عايزين البلد تنضف. يعني. لما الشركه الاجنبيه هتاخد لقمه العيش من هنعيش منين احنا؟ ما احنا عم ناكل من دي ولا ما نشرب منها. الشركه الاجنبيه دي مصر ما لازم ينظف واحد مصر مش واحد الشركه أجنبية. الاجنبيه تديكوا كام على الوحده السكنيه الواحده؟ ها؟ الشركه الاجنبيه تديكوا كام على الوحده السكنيه؟ لا انا ما اعرفش، هي عايزه تاخد كل الزباله، مش ما تخليش حاجه خالص لينا، عايزه تطلعنا كده. تمام. اتكلم عايزين البلد يبقى عايشين احنا مرتاحين، البلد فيها يعني اغنى دوله مصر، هي مصر اغنى دول، احنا عايزين نعيش عيشه مرتاح، يعني التعب اللي احنا فيه ده مش عايزينه، عايزين نعيش مرتاحين، يعني الدول اللي بره غير هنا، ومصر احسن دوله يعني في العالم كله، فعايزين يبقى فيه تامينات، يبقى فيه معاشات، يبقى فيها في مستشفيات. بالعكس انتوا اهم يعني يكون منظمه من كل حاجه، والمفروض يعني يكون في اهتمام شويه في مصر. انتوا اهم وظيفه. لقمه العيش. ولقمه الغاز اللي كنا عم نجيبها ب 10 جنيه. كنا عم نجيبها ب 10 جنيه رسيت الوقت على 20 جنيه و30 جنيه و40 جنيه. ب 50 جنيه الوقت، يبقى حرام احنا نكفي انبوب ولا طب انا معايا اربع عيال هكفيهم منين؟ معايا اربع عيال ولسه صغيرين، لما اجيب الانبوب ولا هجيب لهم اكل ولا هجيب لهم شرب ولا هجيب لهم انبوب ولا انا فاخر النهار مش عمال بحاجه عشان الشطه تضيع،
ميه سخنه مش عمال قصر حرام يعني كده ما بنش ربنا. يلا شيخ وعايزين ميه ومجاري في المنطقه هنا. ها عايزين ميه ومجاري في المنطقه هنا يعني عندنا انا ليا بيت تحت ما فيش ميه ولا مجاري يعني عايزين الحكومه تساعدنا نعمل ميه ومجاري فيه. مرافق كهربائية المفروض انا عامل بيت اكون فيه يكون في مرافق يعني المفروض يكون فيه ارضيات الاول في عددات مش يخلونا في الثلاث شهور 400 جنيه وثلاثة ما حرام كده كده حرام على مصر. المفروض يكون فيه اهتمام في الكهرباء شركة المية نفس الحكاية والزبالة ما بيجيبوا الزبالة على المية والكهرباء وكله ده بيبقى كله بيكون فوق دماغ مين اللي هو التعبان اللي نازل تحت خالص والمفروض يكون فيه اهتمام شويه. يعني حضرتك بتدعو الحكومه انها تسمع منكم الخطط اللي انتوا عاوزينها؟ لا كلام اللي قلته ده منطقي واستضافوني في جميع القنوات مش بصفتي نقيب ولكن بصفتي خبير استراتيجي في هذا الموضوع. وبالنسبه لمبادره الوزيره دكتور ليلى اسكندر؟ انا قعدت مع جناب الوزيره وعرضت عليها الفكره كويسه يعني انا متعاون معاها وان شاء الله احط ايدي في ايدها بس انا مش موافق على الفرز من المنبع لانه الشعب المصري زي ما سيادتك عارفه يعني شعب عظيم عنده العظمه فابسط حاجه اقول لك انا مش هشتغل لك زبال وافرز في البيت مواد صلبه ومواد عضويه. ثانيا البوابين وحارس العقارات هياخدوا المواد الصلبه دي رزق الزبال اللي بيبيع وياكل عياله منه بقيت تدور وياكل عياله منه ويدوها للبتوع الربوبيكا ويبيعوها لتجار الخرده ويبقى الزبال كده اتدمر واتحرم من لقمه عيشه. فانا مش موافق على هذا المبدا لكن سياده الوزيره قالت لا انا هعوض الزبالين واديهم 22 جنيه على الشقه من وزاره البيئه. طب سياده الوزيره لو اتنقلت وجه الوزير اللي بعديها هيدينا منين 22 جنيه؟ لان انا قبل كده عملت اجتماع مع الوزير المحترم عبد الاول خليفه وقال لي نظف مدينه نصر ومالكش دعوه بالشركه الاجنبيه ونظفت مدينه نصر انا والزبالين وعدينا على الشقه جنيه. ولما جينا نقبض لقينا عنده 2,600,000 رئيس الشؤون القانونيه في محافظه القاهره قال له لا انت لو اديتهم المبلغ ده تتحبس. فانا ادولنا من حاجه اسمها صندوق الكوارث في المحافظه وكلونا على المبلغ ده وما ادوناش حاجه. بعد ما نظفنا ويشهد ذلك انا بتكلم اهو على باب محترم تروني باب الاخبار اكبر صرح اعلامي في مصر موجود هو سيادته وانا موجود يعني انا ما بكذبش ولغايه دلوقتي الفلوس ما خدناهاش كزبالين ورفعنا قضيه على الدوله ودون جدوى. البلد يعني ربنا يقف مع مصر لانها مصر في حاله تحول ديمقراطي ومرت بثورتين في اقل من 3 سنوات فنحن يعني جزء من الشعب المصري ويعني متساهلين مع بلدنا ويا رب مصر تقف على رجليها ويبقى فيها الامن والامان والاستقرار. وبالنسبه لموضوع انفلونزا الخنازير وتاثيرها عليكم الخنازير كانت ايه فايدتها؟ احنا كنا الخنازير مربينها معانا هنا من سنه 48 ابائنا واجدادنا لما جو نزحوا من الصعيد ولقوا الخنازير دي ما قبل ثوره جمال عبد الناصر والضباط الاحرار 1952 لقوها مع اليهود ومع الانجليز حينذاك كانوا بيحتلوا مصر وخدناها منهم وربيناها وعودناها انها تاكل المواد العضويه اللي بتطلع من الزباله وكنا بنبيعها بتتباع للاجانب في الفنادق وفي المحلات مكتوب عليها لحوم خنزير وكانت بتساهم في الثروه الحيوانيه ولكن صدر قرار جمهوري بذبحها واعدامها وده طبعا بحجه انفلونزا الخنازير. لكن انا عايز اقول هذا خطا لان احنا عايشين مع الخنازير وبناكلها ومفيش حاجه اسمها انفلونزا الخنازير اكذوبه كبيره جدا ودفات المستشفيات لم تسجل حاله واحده مرض او موت لمواطن بانفلونزا الخنازير.